سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. كما وعدناكم عم يزيد راح يزور مدن الوطن خلال العطلة الشتوية. العم يزيد سيحط الرحال برعاية مجمع الشروق وشركة رامي وشركة آجل بمدينة سكيكدا في قصر الثقافة لأول مرة، وهذا يوم السبت 23 ديسمبر على 1 مساء. إذا كونوا في الموعد، الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم، هناك مفاجآت عديدة. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. عجبني الحال ونحب نفهم ويا زيد، أتمنى أن الشاب يزيد المزيد من هذا التألق. والله يا أخويا غير حاجة كبيرة بزاف، هذا بربا والله الله يبارك. شنو شنو كنت شغل كما قال لك، دار حاجة مليحة هذا يا صباحو. واليوم سي عيد ميلاد بنتي، جبتها باش يقول لها عيد ميلاد سعيد، ونقول لكم يكثر الأولاد والحفلات، يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.